مرحبا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج اربح بالفصحى. لدينا الكثير من الجمل التي تحتاج إلى قراءة صحيحة مع مشتركين جدد من الفريقين. نبدأ هذه الحلقة ونتعرف على المشتركين، ولكن في البداية اسمحوا لنا أن نشكر المدرسة السورية الذكية الافتراضية، هي من تدعم حلقات برنامجنا عبر التربوية السورية. نبدأ مع الفريق الأول، معنا روزين خوري، زينب رنجوس، زينب علي، ومن الفريق الثاني ليان الزعبي، محمد سعيد حسنين، ورضوان التيناوي. نبدأ معكم مشاهدينا حلقة اليوم والمرحلة الأولى، لكن بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد، ونبدأ المرحلة الأولى، فيها جمل بسيطة من حيث القواعد، ونبدأ مع روزين. وهذه الخيارات من 1 إلى 6، ماذا تختارين؟ 4. 4 لروزين. عن الزمن تفضلي. تنقسم السنة إلى 12 شهرا. أعيدي، من أجل الفتحة والضمة. تنقسم السنة إلى 12 شهرا. الإجابة الصحيحة تقول تنقسم السنة إلى 12 شهرا، وأكيد نقطة لروزين وللفريق الأول. معك يا ليان، وأي رقم؟ أختار الرقم 1. 1 أيضا عن الزمن، كل المرحلة الأولى عن التوقيت وتقسيم السنة. تتكون الساعة من 60 دقيقة. الإجابة الصحيحة تقول تتكون الساعة من 60 دقيقة، ونقطة لصالح الفريق الثاني ولك يا ليان. نعود إلى زينب رنجوس، تفضلي. الرقم 5. 5 لزينب، وأيضا الجمل بسيطة، ماذا تقول؟ تتكون الدقيقة من 60 ثانية. ماذا تقول الإجابة الصحيحة؟ تتكون الدقيقة من 60 ثانية، أكيد نقطة أيضا للفريق الأول. ونعود معك يا محمد، تفضل. رقم 2. 2 لمحمد. يتألف اليوم من 24 ساعة. أريد الفتحة والضمة في مكانها. يتألف اليوم من 24 ساعة. ساعة، ماذا تقول الإجابة الصحيحة؟ يتألف اليوم من 24 ساعة، وأيضا نقطة للفريق الثاني ولك يا محمد. نعود إلى الفريق الأول، ومعك يا زينب، لديك 3 و6 فقط. أختار الرقم 6. 6 لزينب. تتغير حالة الطقس خلال فصول السنة الأربعة. الإجابة الصحيحة تقول تتغير حالة الطقس خلال فصول السنة الأربعة، وأكيد نقطة لزينب علي. بقي أمام رضوان فقط رقم 3 لرضوان، ماذا تقول الجملة؟ يتكون الأسبوع من 7 أيام. الضمة. يتكون الأسبوع من 7 أيام. يتكون الأسبوع من 7 أيام. نعم، الإجابة صحيحة، ماذا تقول؟ يتكون الأسبوع من 7 أيام، والإجابة صحيحة، 3 نقاط بثلاث نقاط. هنا الأسبوع واليوم لن نقصد، يعني نقصد كأنه فاعل وليس يعني زمن ظرف، ولذلك يخضع لعلامات الإعراب. السؤال المتعلق بالمعلومات العامة في المرحلة الأولى، ماذا يعني تقسيم السنة إلى أيام وأشهر، وماذا يعني تقسيم السنة إلى فصول؟ إما تقسيم زمني أو تقسيم مناخي. مناخي أو زمني. هنا في هذه الصورة التي ستظهر بعد قليل، هناك الشمس والكرة الأرضية، كيف تدور الأرض حول الشمس؟ كل دوران حول ذاتها ماذا يعني؟ اليوم. وكل دوران حول الشمس ماذا يعني؟ سنة. أين الفصول هنا؟ الفصول بين التقلب الشتوي إلى التقلب الصيفي، وفي بيناته الاعتدال الربيعي والخريفي. إذن النقطة القريبة من الشمس تعني الاعتدالين الربيعي والخريفي، وأبعد النقاط هي الانقلاب الصيفي والشتائي. هذا محور الأرض، هو مائل عن المدار، هذه الزاوية، وأيضا المدار الذي هو بشكل بيضوي هو الذي يسبب
الفصول الأربعة. عدنا معكم مشاهدينا ومع المرحلة الثانية، ولدينا الكثير الكثير من الأسئلة في المرحلة الثانية. عدنا معكم من جديد مشاهدينا، انتهينا من المرحلة الأولى بثلاث نقاط إلى ثلاث نقاط، ونبدأ معكم بالمرحلة الثانية. ونعود ونشكر المدرسة السورية الذكية الافتراضية التي تدعم هذا البرنامج. أما المرحلة الثانية فتبدأ أيضا معك يا روزين، وماذا تختارين؟ أختار الرقم 5. 5 لروزين. وماذا تختارين أيضا؟ 3 نقاط. 3 نقاط لروزين. عن هل تعرفين هذا الرجل؟ سنتعرف عليه بعد قليل، تفضل. يعد أبو خليل القباني أول من أسس مسرحا عربيا في القرن 19، حيث قدم أول عرض مسرحي خاص به في دمشق عام 1871. عيدي هنا في دمشق. الإجابة صحيحة، ماذا تقول؟ يعد أبو خليل القباني أول من أسس مسرحا عربيا في القرن 19، حيث قدم أول عرض مسرحي خاص به في دمشق عام 1871. 3 نقاط كاملة للفريق الأول. قبل السؤال عن أبي خليل القباني، أريد أن أذكر فقط قليلا من المعلومات. ولد عام 1842، أسس أول دار للمسرح في دمشق عام 1874، ثار عليه المجتمع بأكمله فتوقف عن العمل، ثم عاد أقوى بفرق كثيرة وتضم طبعا 58 ممثلا وعازفا في وقت كان صعبا جدا من حيث الفن والمسرح والغناء. ورائد الفن المسرحي في سوريا والوطن العربي، إلى أي فترة كان تعود هذه المعلومات؟ إلى الاحتلال العثماني. إلى الاحتلال العثماني، ولكن السؤال ليس هنا. هناك أغنية جدا مشهورة إلى اليوم، لا ما زلنا نغني هذه الأغنية، غنتها فيروز وصباح فخري وشادية، تعود بألحانها إلى أبي خليل القباني. سأعطيكم الموسيقى. طيري طيري يا حمامة، يا مال الشام. يا طير طيري يا حمامة. يا طير طيري يا حمامة، هي هذه الأغنية من ألحان أبي خليل القباني. إلى هذه الدرجة يعيش الفن، مع أن أبي خليل القباني حاربه كل المجتمع ثم عاد وانتصر على ذاته وعلى الجميع بفنه الذي يعيش إلى اليوم. أين أصبحنا؟ عندك، تفضلي واختاري. أختار الرقم 3. 3، وماذا تختارين أيضا؟ 3 نقاط. 3 نقاط. عن القدس، تفضلي. تبعد مدينة، خذي وقتك. تفضلي. تبعد مدينة القدس عن البحر المتوسط 54 كيلومترا، كما يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر ما بين 720 و 830 مترا. و 830 مترا. الإجابة صحيحة، ماذا تقول؟ تبعد مدينة القدس عن البحر المتوسط 54 كيلومترا، كما يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر ما بين 720 و 830 مترا. الإجابة طبعا صحيحة للفريق الثاني. نعود معكم ومع زينب، وماذا تختارين يا زينب؟ رقم 2. 2 لزينب. وأيضا 3 نقاط. 3 نقاط لزينب. عن ستتعرفين بعد قليل، تفضل. استغرقت رحلة أول قمر صناعي بالتاريخ 92 يوماً،
حيث قام ب 1440 دورة حول الأرض وقطع 60 مليون كيلومترا. صحيح، لكن أريد فقط أول الجملة، تفضلي. استغرقت رحلته أول قمر اصطناعي بالتاريخ 92 يوما. الجملة كلها صحيح، لكن أريد الجملة الأولى فقط. خذي وقتك قليلا يا زينب، سأعطيك الفرصة. استغرقت رحلة أول قمر اصطناعي بالتاريخ 92 يوما. نعم، الإجابة صحيحة. ماذا تقول؟ استغرقت رحلة أول قمر اصطناعي بالتاريخ 92 يوما، حيث قام ب 1440 دورة حول الأرض وقطع 60 مليون كيلو متر. الثلاث نقاط تذهب لزينب، لكن السؤال المتعلق هنا، ما اسم أول قمر هاجم الفضاء؟ سبوتنيك 1. من صمم ونفذ هذا القمر؟ أي دولة صممت هذا القمر؟ الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد انتصر الاتحاد السوفيتي على الولايات المتحدة الأمريكية باكتساح الفضاء، أولا بسبوتنيك 1، ثم سبوتنيك 2، ثم سبوتنيك 3، ثم أيضا أول رجل فضاء ذهب إلى العالم الخارجي، وهو من؟ يقول لي من هو رائد الفضاء الأول السوفيتي؟ يوري جاجارين. النقطة تعود لي، ونعود معك يا محمد. وماذا تختار؟ رقم 6. 6. 3 نقاط. 3 نقاط لمحمد عن نهر الفرات، تفضل. يبلغ طول نهر الفرات من نقطة تشكله حتى التقائه بدجلة نحو 2335 كيلومترا، ثم يتابع مجراه في شط العرب مسافة 110 كيلومترا. نعم، سأعطيك فرصة أخرى حتى تعود وتقرأ من جديد، تفضل. يبلغ طول نهر الفرات من نقطة تشكله حتى التقائه بدجلة نحو 2335 كيلومترا، ثم يتابع مجراه في شط العرب مسافة 110 كيلومترا. صحيح، أريد أن تقرأ هذا الرقم حتى أعطيك 3 نقاط. نحو 2335 كيلومترا. عدلتها، تفضل. وماذا تقول الإجابة الصحيحة؟ يبلغ طول نهر الفرات من نقطة تشكله حتى التقائه بدجلة نحو 2335 كيلومترا، ثم يتابع مجراه في شط العرب مسافة 110 كيلومترات. 3 نقاط للفريق الثاني. السؤال المتعلق بنهر الفرات ودجلة، يشترك النهران بثلاث دول، ما هي هذه الدول؟ سوريا، العراق، والتركي. تركيا. هنا النقطة لرضوان الجدارة، النقطة أخذتها وانتهينا، ولكن أين يلتقيان؟ بالعراق. شط العرب. شط العرب، النقطة ماذا هي؟ أين؟ بالعراق. في العراق في محافظة البصرة، وهذا الكلام صحيح. دجلة كيف يمر من سوريا؟ على الحدود مع العراق، رائع. لكن النقطة فقط هي لرضوان، أين الدور؟ نعود إليك يا زينب أو زينب علي، تفضل يا زينب. ماذا بقي لدينا من أرقام؟ أختار الرقم 1. 1. 3 نقاط. 3 نقاط عن الأخطبوط. لوقتك. يمتلك الأخطبوط 3 قلوب وثماني ذراع، وكل ذراع مجهزة ب240 فم لاصق. اقتربتي جدا، سأعطيك فرصة ثانية.
يمتلك الأخطبوط ثلاثة قلوب وثمانية ذراع. ثمانية ذراع. جمع ذراع. تمام. وكل ذراع. وكل ذراع مجهزة بمئتين وأربعين فم لاصق. هل نختار، هل نقول أن الإجابة صحيحة؟ ماذا يقول المخرج والآنسة ليلى؟ وكل ذراع مجهزة. ماذا تقولون؟ الإجابة الصحيحة ماذا تقول؟ يمتلك الأخطبوط ثلاثة قلوب وثمانية أذرع وكل ذراع مجهزة، مجهزة بمائتين وأربعين فمن لاصقا. أعتذر منك فقط هنا، ولكن هذه مسابقة وهذه لعبة. السؤال المتعلق بالأخطبوط أو الأخطبوط، أين يتوزع الهيكل العظمي للأخطبوط؟ هو يعد من الرخويات فيتوزع في كل الأطراف. ف؟ في الجسد الساطع. في الرأس. في الرأس. هو من الرخويات. ليس لديه هيكل عظمي. ليس لديه. ماذا، هل أعطيك أم لا؟ طب سأسأل السؤال الثاني. ليس لديه أكيد أي نوع من العظام. سأسأل السؤال الثاني، لون دم الأخطبوط وهو مميز. أزرق. رائعة. لماذا؟ لأنه غني بالنحاس. النقطة جدارة لك. كنت أريد أن أعطيك هذه النقطة، ولكن الجواب واضح وصريح. النقطة للفريق الثاني. نعود معك يا رضوان، وماذا بقي لك من أرقام؟ ستة. أربعة فقط. نعم. ثلاث نقاط. ثلاث نقاط لرضوان. عن كأس العالم، هل تحب كرة القدم؟ أكيد. كرة القدم، تمام، تفضل. تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم كل أربع سنوات منذ عام 1930، حيث يشارك فيها 32 منتخب، منتخب وطني يقسمون على ثمانية مجموعات. لديك العديد من الأخطاء، سأعطيك فرصة ثانية حتى نحسم إذا نعطيك هذه النقاط الثلاث أم لا. تفضل. تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم. عدنا من جديد. تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم كل أربع سنوات منذ عام 1930 ميلادي، حيث يشارك فيها 32 منتخب وطني يقسمون على ثمانية مجموعات. ماذا تقول الإجابة الصحيحة؟ تقول تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم كل أربع سنوات منذ عام 1930، حيث يشارك فيها 32 منتخبا وطنيا يقسمون على ثماني مجموعات. أعتذر منك يا رضوان ومن الفريق الثاني، لكن السؤال ربما يعود لك في المعلومات العامة. متى بدأ كأس العالم؟ 1930. كانت مذكورة هنا؟ لا. هذه السؤال الأول. غابت بطولة كأس العالم دورتين متتاليتين بسبب الحرب العالمية الثانية. متى كان من المفترض أن تقام هذه البطولة؟ إذا كانت الحرب العالمية الثانية بدأت عام 1939 وانتهت عام 1945، إذا 30، 34، 38، 42، عام 1942، وعام 1946، 46، صحيح. هما دورتان غابتا عن البطولة. طيب، من فاز بأول بطولة كأس العالم؟ أوروغواي. وعلى أي أرض؟ على أرضها، هي المستضيفة. ضد من؟ ضد الأرجنتين. نقطة لك يا رضوان. ضد أجداد ميسي ومارادونا فازت الأوروغواي. الأوروغواي لها تاريخ عظيم جدا في كرة القدم، سنتطرق له طبعا فيما بعد في حلقاتنا المقبلة. انتهينا من المرحلة الثانية بنتيجة مفادها 9 نقاط للفريق الأول و13 نقطة للفريق الثاني. نتابع معكم مشاهدينا مع المرحلة الثالثة والكثير من الأسئلة أيضاً.
عدنا من جديد ومع المرحلة الثالثة المختلفة تماما عن المرحلتين السابقتين. هنا سنبحث عن الأخطاء، وكل خطأ بقيمة نقطة واحدة. دعونا نشكر المدرسة السورية الذكية الافتراضية هي التي تدعم هذا البرنامج، ونعود مع المرحلة الثالثة عن هل تعرفون من يكون المخرج مصطفى العقاد؟ طبعا المخرج السوري العالمي العظيم. سنتابع هذا المقطع القصير عن مصطفى العقاد ثم نعود معكم. درست السينما اللي كان حلم بالنسبة لي، وصلت إلى هوليوود. فيلم عن محمد رسول الله بإنتاج هوليوود أمريكي وأنتوني كوين، وفي نسخة عربية ببطولة عبد الله غيث، نسختين مستقلتين بالنسبة للممثلين. فيلم عمر المختار يرمز إلى أي كفاح عربي ضد استعمار، بشيل كلمة ليبيا وإيطاليا تضع مكانها فلسطين. الفيلم تماما كأن الأحداث تحصل اليوم. عمر المختار عبارة عن رمز، يعني الفيلم ليس قصة حياة عمر المختار، قصة كفاح شعب صمم على الحياة. إذن مصطفى العقاد المخرج السوري الكبير هو ضيف حلقاتنا اليوم. سنتابع هذا المقطع المتعلق بمصطفى العقاد، وفيه 5 أخطاء نحتاج إلى البحث عنها من أجل الحصول على 5 نقاط. سأقرأها بداية ثم سيبدأ طبعا التوقيت. نال مصطفى العقاد المخرج السوري العالمي شهرة واسعة من خلال ملاحم تاريخية تناولها في أفلامه العديدة التي شكلت علامة فارقة في تاريخ السينما العالمية والعربية. فقد استغرق فيلمي الرسالة وعمر المختار سنوات طويلة من العمل المضني، ساعا من خلالهما إلى إيصال رسالة الإسلام الحقيقية والقضايا العربية المحقة إلى شعوب الشرق والغرب. هناك 5 أخطاء واضحة، وسيبدأ التوقيت. تفضل. إذن شكرا لكم. أريد أن نتعرف على ضيفنا اليوم أكثر وأكثر. ولد في حلب المخرج السوري الكبير مصطفى العقاد عام 1935، ومخرج ومنتج وأيضا ممثل. له فيلمان طبعا من أشهر أفلامه، وطبعا من الأفلام العربية العالمية. أولهما كان فيلم الرسالة عام 1976، أخرج هذا الفيلم بنسختين
عربية وإنجليزية، وهو أول فيلم عربي عالمي تناول طبعا الدعوة الإسلامية. عام 1981 ماذا كان له؟ أسد الصحراء. عمر المختار. عمر المختار أيضا هو فيلم عالمي ومشهور جدا، فقط كان باللغة الإنجليزية ثم تمت دبجته فيما بعد إلى اللغة العربية، ولكن له أيضا مشاركات عدة. هو المنتج الوحيد العالمي الذي بقي مشاركا في سلسلة أفلام هالوين كلها. طبعا هذه الأفلام ليست مشهورة هنا في الوطن العربي، مختلفة جدا عن عاداتنا وتقاليدنا، إلا أنها جدا مشهورة على المستوى العالمي. استشهد في العاصمة الأردنية عمان ودفن هنا في حلب عام 2005 كما أوصى وكما يعني أحب أن تكون في وصيته أن يدفن هنا في حلب. الإجابة الصحيحة هي نال مصطفى العقاد المخرج السوري العالمي شهرة واسعة من خلال ملاحمة تاريخية تناولها في أفلامه العديدة التي شكلت علامة فارقة في تاريخ السينما العالمية والعربية، فقد استغرق فيلم الرسالة وعمر المختار سنوات طويلة من العمل المضني ساعيا من خلالهما إلى إيصال رسالة الإسلام الحقيقية والقضايا العربية المحقة إلى شعوب الشرق والغرب. أما إجابة الفريق الأول تقول ملاحم خطأ، تاريخية صح، المضني صح، سنوات صح، وفيلم صح. 4 نقاط للفريق الأول. أما الفريق الثاني تاريخية صح، فيلم صح، سنوات طويلة، عمر المختار لا، ليس عمر المختار يحتاج إلى تشكيل، عمر ممنوع من الصرف، هو اسم. على كل حال تاريخية، فيلم، وسنوات، 3 نقاط للفريق الثاني. انتهت إذن مشاهدينا حلقة اليوم بنتيجة تقول إن الفريق الأول حصل على 13 نقطة والفريق الثاني حصل على 16 نقطة. إذن الفريق الثاني هو الفريق الفائز. نتمنى أن نكون قد وفقنا قدر الإمكان بما يخدم اللغة العربية. كل الشكر طبعا لزملائي في فريق العمل وفريق هذا البرنامج. كل الشكر لكم جميعا مشاهدينا، وشكرا من القلب للمدرسة السورية الذكية الافتراضية التي تدعم هذا البرنامج. نتمنى أن نلقاكم الحلقات المقبلة. إلى اللقاء.